بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله هتكون عندنا المحاضرة الأولى، وهي في إطار مجموعة من التعريفات الخاصة بالمحاسبة المالية 1. بداية هنعرف علم المحاسبة المالية، وهو عبارة عن فن وعلم قياس العمليات المالية المتعلقة بالوحدة المحاسبية لتزويد أصحاب المصالح أو وتزويد أصحاب المصالح بالتقارير اللازمة لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المالية بصورة رشيدة. بشكل سريع، يبقى المحاسبة هي عبارة عن فن قائم على مجموعة من المهارات المتعلقة بعمليات التسجيل، سنتحدث عن هذه المهارات ما بعد ذلك، وهي صورة من صور الإبداع في إثبات العمليات المالية. وكذلك المحاسبة علم لها أصوله أو له أصوله وله قواعده وله مقاييس ومعايير الخاصة، وسنتحدث عن هذه الأصول والمعايير والمقاييس، وزد على ذلك المبادئ والفروع. يبقى إذن علم له قواعده وأصوله ومبادئه وفروعه. هذا العلم وهذا الفن قائم على قياس العمليات المالية. ودعونا الآن نتعرف على مفهوم العملية المالية. الآن العملية المالية هي عبارة عن واقعة أو حدث له أثر مالي، واقعة أو حدث له أثر مالي. الشاهد، احنا عندما نقول انه انا اليوم عندي مشروع، هذا المشروع عبارة عن مشروع لبيع مواد البناء. الان انا عندما ابيع بضاعة او اشتري بضاعة على سبيل المثال، خلينا بافتراض اليوم انا بدي اشتري بضاعة لإعادة بيعها. الان مصطلح شراء البضاعة هو بحد ذاته عمل. أنا مارست عمل، استيقظت صباحا، فتحت اللي هو المحل تاعي أو المشروع تاعي. الآن أنا بدي أمارس عملي. أول عمل مارسته أنه أنا اشتريت بضاعة من التجار أو من المصانع. عملية الشراء بحد ذاتها هي عملية مالية. ليش قلنا عملية مالية؟ لأنه طرفي، هناك طرفين للعملية المالية، هنتحدث عن هذا بالتفصيل. عندما نقول بأن عملية الشراء تستنزف مني أموال، يعني أنا لما بدشري بضاعة من تاجر بدي أعطيه قيمتها سواء بالدينار أو بالدولار أو بأي عملة، هي عبارة عن مال. في مقابل هذا المال سأحصل على بضاعة، والبضاعة بحد ذاتها مال. لذلك أنا ضحيت بمال اللي هو يسمى مال نقدي مقابل الحصول على مال اللي هو البضاعة، وهي مال عين. يبقى هذا عمل ترتب عليه خروج أموال ودخول أموال. أنا دفعت للتاجر مال نقدي اللي هو ثمن البضاعة، واستلمت بضاعة وهي عبارة عن مال وهو مال عين. طيب، يبقى إذن هو فن وعلم قياس العمليات المالية المتعلقة بالوحدة المحاسبية. هنا المصطلح متقدم جدا
اللي هو المتعلقة بالوحدة المحددة. أنا ممكن نقول المتعلقة بالمشروع، يبقى عندنا مشروعي، هذا المشروع، هناك مجموعة من العمليات المالية المرتبطة بالمشروع، هذه العمليات تحتاج إلى علم المحاسبة لقياس هذه العمليات، تمام؟ الآن لتزويد أصحاب المصالح، مين يا جماعة أصحاب المصالح في مشروعنا؟ الآن أنا بدي أختصر في هذه الجزئية على أن أصحاب المصالح في مشروعنا اللي هو الإدارة. يعني أنا اليوم أسست مشروع وتركت أحد الإخوة يدير هذا المشروع، وعندنا محاسبين أو عندنا محاسب، لأن هذا المحاسب مطالب إنه يسجل العمليات المالية أول بأول، ويعد تقارير أول بأول، وهذه التقارير يزود فيها اللي هو إيه صاحب رأس المال. لكن قبل أن يزود بها صاحب رأس المال بده يزود فيها اللي هو إيه المدير الإدارة. يعني أنا كمحاسب بعد التقارير، تمام، بسجل العمليات، بعد التقارير ثم بعد ذلك بزود فيها أصحاب اللي هو الإدارة، والإدارة بتزود فيها أصحاب المشروع في اللي هو إيه في مجموعة من اللي هو البيانات أو المعلومات الدقيقة، ضمن مجموعة من البيانات والمعلومات الدقيقة والصادقة والواضحة. عشان هيك احنا لما بنختار محاسب وبنختار إدارة يجب أن نختارهم بعناية، تمام، وذلك لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المالية بصورة رشيدة. الآن إيش القرارات المالية؟ أول قرار مالي ممكن الاستمرار في المشروع أو التوقف. يعني لو أنا من خلال التقارير المالية ظهر عندي بأنه المشروع بيخسر، أنا بشتري بضاعة وببيع ولكن في المحصلة النهائية عندي المصاريف أكتر ما بتغطيش اللي هو قيمة البيع، ممكن الأسواق بتمر بأزمة، ممكن الوضع رايح باتجاه اللي هو إيه اللي هو الإغلاق وعدم نشاط سوق اللي هو مواد البناء، فممكن أنا أتوقف لفترة أو أغير مسار عملي أو أغير طبيعة العمل أو أغير التجار اللي أنا بشتري منهم. هذه كلها قرارات. طبعا في عندنا تعريف اللي هو التقليدي، دائما نجده في كثير من الكتب، اللي هي العلم الذي يبحث في تحليل المعاملات المالية أو العمليات المالية نفس القضية، وتسجيلها وتبويبها وتلخيصها وعرضها بما يسمح بتوفير البيانات والمعلومات المحاسبية لمتخذي القرارات سواء من داخل المنشأة أو خارجها عن نتيجة نشاط المنشأة ومركزها المالي، مما يساعد على اتخاذ القرارات. وهنا لو نظرنا إلى التعريف سنجد أنه أكثر تفصيلاً، هو العلم الذي يبحث في تحليل المعاملات المالية. طبعاً هنتكلم عن إيش مفهوم تحليل المعاملات المالية، ثم بعد ذلك تسجيلها، هنتكلم عن كيفية التسجيل، ثم بعد ذلك تبويبها وتلخيصها اللي احنا بنسميه التبويب والتصنيف، ثم بعد ذلك سنتحدث كيف نصنف ونبوب العمليات، لأنه بالمناسبة العمليات كثيرة وخاصة إذا كان المشروع ضخم. هنجد في عمليات متعلقة بالمصاريف، وعمليات متعلقة بالمشتريات، وعمليات متعلقة بالمبيعات، وعمليات متعلقة بشراء اللي هو الموجودات أو الأصول أو الممتلكات، ومعاملات متعلقة بالبنوك والقروض، ومعاملات متعلقة برأس المال، معاملات كثيرة. هذه المعاملات يجب أن يتم تبويبها في دفاتر خاصة، أي تصنيفها، كل مجموعة معاملات متشابهة يتم تصنيفها، ثم بعد ذلك اللي هو عرضها اللي هو إعداد التقارير، يتم عرضها بتوفير البيانات والمعلومات، اللي نضيفها والمعلومات، لمتخذي القرار سواء من داخل المنشأة أو خارجها
طبعا هنتكلم عن متخذي القرار هيك بشكل سريع، تمام، وعن نتيجة نشاط المنشأة ومركزها، وهيك بنكون خلصنا التعريف، وبنكون أعطناك لمحة بسيطة عن المحاسبة، المحاسبة المالية واحد أو محاسبة المالية.